حييكم مشاهدينا مع الحل عنا دايما عبر الام تي في. وخلال حلقتنا اليوم رح نتوقف مع عدة أمور طبعا بتهمكم، خصوصا موضوع الإجراءات المتخذة بموضوع الكورونا فيروس. رح نحكي كمان عن مع تجمع المزارعين حول الكتابة اللي وجهوه اليوم لحاكم مصرف لبنان، وبالتالي كمان بمتابعتنا رح نحكي عن بدل الإيجار بالدولار كيف ممكن يحتسب بالليرة اللبنانية. بنبلش مع المعلومة. بمعلومتنا لليوم، مديرية العامة للأمن العام أعلمت المواطنين أنه بإمكانهم اعتباراً من امبارح بلشوا صراحة باثنين أدار، بلشوا يقبلوا تقديم طلبات جوازات سفرهم البيومترية عبر شركة ليبون بوست، ولكن بإمكانهم تقديم طلب جواز سفر بالمركز الإقليمي للاستفادة من خدمة استلام الجواز عبر الشركة المذكورة في حال رغبوا بذلك. متابعات. بمتابعتنا لليوم نحن على اتصال مباشر برئيس نقابة المالكين باتريك رزق. الله يعطيك العافية. يعطيك العافية ست ريبيكا، وبحييك وبحيي المشاهدين. شكرا لك. يعني أنا اتصالي بحضرتك اليوم يعني هو ردا على اتصالات من المستأجرين يلي عم بيقولوا حتى نستفيد، بس ما عم نحكيك كطرف أو عم نحكيك كرئيس نقابة قدر ما عم نحكيك اليوم كيف ممكن يتم احتساب إيجارات الدولار على أي دولار، لأنه اتصلوا فينا مستأجرين في بعض المالكين عم بيصروا على الدولار حسب السوق، يعني مش على السعر الرسمي 1517 أو على حل وسط. في قرار متخذ بهالمجال. الإيجارات الجديدة طبعا عم بحكي عن الإيجارات الجديدة. نعم. يلي هي بالدولار. نعم، هو في ثلاث أنواع من العقود. نعم. في العقود المعقودة باللبناني، في العقود المعمولة بالدولار، وفي العقود المعمولة بالدولار أو ما يوازيه، يعني محطوط بالدولار أو ما يوازيه بسعر الصرف بالليرة اللبنانية. نعم. اللي هو باللبناني باللبناني، هلأ اللي هو بالدولار أو ما يوازيه باللبناني بيكون حسب سعر الصرف الرسمي، يعني 1517. نعم. إذا بده يدفع المستأجر باللبناني. نعم. هلأ الإشكالية اللي عم بتواجهنا اليوم هي بالعقود اللي معمولة بالدولار، كيف. نعم. بدنا إذا المستأجر بيدفع بالدولار أو إذا بده يدفع باللبناني. هلأ هو بالمبدأ قانونا ملزم أنه يدفع بالدولار إذا كان العقد معمول بالدولار. نعم. هلأ إذا بده يدفع ساعتها باللبناني بده يتم الأمر رضاء بين المالك والمستأجر. نحن بنعرف أنه في سعر الصرف الرسمي اللي هو 1517، وبنعرف أنه بالسوق الموازي يعني لدى الصرافين، نحن اليوم عم نحكي صرنا بال 2500 بتصور، صحيح 1470 حسب كل يوم شيء. هلأ نحن اللي عم نقوله بهذه الظروف الاستثنائية والاقتصادية الصعبة اللي عم بمر فيها الطرفين أكانوا مالكين أو مستأجرين، ما بننصح حدا لا مالك ولا مستأجر انه يتشدد بتطبيق القانون او يلجأ الى القضاء، لانه كلنا عم نعاني. المالك اليوم اللي عم يقبض باللبناني تراجعت بدل ايجاراته حوالي 60% تقريبا، ولنجي نحن كمان اليوم نطالب المستأجر اللي عم يقبض باللبناني اكان موظف او غيره، اجي قل له لا انت اليوم ملزم بالدولار، يمكن لما مضينا العقد كان عم يقبض بالدولار، اليوم نعرف في مؤسسات بطلت عم تدفع بالدولار، أو صحيح. هو اليوم مش قادر يسحب من البنك بالدولار. نعم. عم نطلب من الطرفين مالكين ومستأجرين يلجأوا إلى الحل الرضائي. نعم. يعني لا ادفع له ساعتها على 1005، أنا عم بحكي للي عقودهم بالدولار حصرا. نعم. لا يدفع على 1005. نحن هيدا سؤالنا، يعني لعقودهم بالدولار هن ملزمين بالدولار، بس أنا عم بقول رأينا كنقابة للمالكين. نعم. وكرأي شخصي. نعم. ما بلجأ بتفعله على 1005 لأني عم خسره بكون للمالك تقريبا 66%. نعم. ولا كمان أنا اليوم يمكن المستأجر مش قادر يدفع على السوق الموازي اللي هو على 2005، يحلوها رضاء بين بعض، لأنه مصلحة المالكين هي باستمرار خدمة الإيجار، مش من مصلحته كمان أنه المستأجر
يخلي المأجور، ومن مصلحة المستأجر كمان أنه تكون العلاقة جيدة بينه وبين المالك، بحلوها هن بالتوافق، يعني بحل وسط ممكن 1800-1900 مثلا، شيء هيك 100% هيك منكون أمنا تقريبا نوع من العدالة للطرفين، لا المالك خسر بإيجاراته ولا المستأجر كمان عطي الهم اليوم وقال لك كيف بدي روح أمن له دولار أنا، كيف بس بدي في مالكين أساس باتريك عم يطلبوا يقبضوا بالدولار مش باللبناني موازي الدولار، ما بيقدر إذا العقد منه معمول بالدولار، إذا العقد معمول باللبناني ما بيقدر يلزم المستأجر أنه يدفع بالدولار. حتى إذا العقد معمول مثل ما قلت بالدولار أو ما يوازيه، ملزم المالك أنه يقبض ما يوازيه باللبناني. بس أنا كمان بدي أقول للمستأجرين يلي عم يقبضوا بالدولار كمان، نحن أساس باتريك بننتقل لنقل مباشر ونرجع منتابع. مرسي. منتابع المتابعات مع الحل عنا، ونحن على اتصال مباشر برئيس تجمع المزارعين في البقاع إبراهيم ترشيشي، يلي اليوم وجهوا كتاب إلى حاكم مصرف لبنان. نائب، شو أهمية هالكتاب وليه توصلتوا لإله؟ أول شيء بقول لك الله معك ويعطيك العافية أنت وكل اللي عم يشوفونا اليوم. أهلا فيك. الحقيقة هذا كتاب وجهناه لسعادة الحاكم قد ما أنا موجوعين وقد ما هي صرخة كبيرة وقد ما هو الناس أرجاني من البنوكي ومن كل المعاملات تبعها، يعني ما سوري لو حكيت بهالبنوكي. شو المطلوب بهالكتاب هيدا؟ أول شيء عم نقول له أنه أداء الإجراءات الحالية أثرت على الشغل وعلى الدورة الاقتصادية كلها سوا، وعلى عم تقتل الحياة التجارية، يعني من ناحية استيراد البذور من برا، من ناحية يعني الإجراءات اللي عم تاخذها المصاريف، منعتنا أنه نستورد الأسمدة والأدوية، وفي ناس كتير يا ست ربك عمالة تزرع بضاعتها بدون أسمدة. صدقيني أول مرة بتاريخ لبنان هذا وبتسجل للتاريخ هيدي. شو عم بتطالبوا؟ عم تزرع البطاطا تبعها بدون أسمدة لأنه ما عم يصح لها تشتري أسمدة، لأنه المصارف ما سمحت بتحويل المصاري يلي هي لإلهم للمزارعين الموجودين بقلب المصارف، يعني من حساباتهم الشخصية، مش قرض أو دعم أو شيء. لأني أنا عم شوف في مشكلة، يعني رح تدمر البلد كله سوا إذا بدنا نستمر. يعني أنا بدي أعطيك مثل، عم بقول له لسعادة الحاكم وخي، إذا واحد عماله يصدر بضاعته لبرا على الخارج، نعم، هالمصاري اللي بدها تيجي مش عم يعرف شو بده يعمل فيها ولوين بده يبعثها، عم يروح يدور على يفتح حسابات بقبرص او باليونان او بدبي او بعمان او بالكويت. طيب معايا بهذا الحكي؟ يعني معناتها انت مش عم تخلي قرش واحد يفوت غريب على البلد يرجع. واحد بده يودي مصاري لاهله، بيروح اهله على البنك تيقبضون، ما بيقدروا يقبضون، بيقول له بيعطوه اياهم 50 دولار 100 دولار، قرف هذا، بطل يبعثهم لاهله. طيب يعني نقيب اهله لعنده، نقيب هلا يعني يبعثهم على، عم يبعثوا اياهم عن طريق الصراف في السوق الثورة. نعم، يعني لشو هالاجراءات هيدي كلها سوا؟ خلينا نعمل شغله، انا عم بقول له لسعادة الحاكم بقدر شغله، نعم، انه يا اخي نفتح حسابات جديده بالبنوكي، اترك المحجوزه محجوزه، نفتح حساب جديد بالبنك نقدر نحول عليه ونسحب منه الحساب كأنه هلأ جايين المصريات على البريد. فبالتالي كل واحد عم يصدر بضاعة برا بده عنده حوالات بده تيجي على لبنان على الحساب هذا، على الحساب هذا اللي هو حر، هذا بعيد عن الحسابات هذيك المحجوزة. نقدر من هالحسابات منحول منه حق مستلزماتنا الزراعية، منحول منه المتطلبات منا للخارج كلها، مستلزماتنا الصناعية، صحيح. نائب، نقدر نقبضهم كاش للمصريات من هالحوالات اللي بتجينا من برا. يعني نائب هيدا حل، الحاضر هيدا حل من الحلول. هل يكفي كتاب أو بدكم تاخدوا موعد أو شو؟ نحن بلغنا أكثر من جهة لحتى تساعدنا بالموضوع، وحتى أنه نقدر نتواصل معه للحاكم، لأنه الحاكم غشار اليوم بعالم تاني. بس حبيت أنا ألفت له نظره، أكيد حتوصلوا هذه الرسالة ورح نرجع نعمل نجرب ناخد موعد معه. كتير منيح، الزراعة بده يساعدنا، بده يطرح الموضوع بمجلس الوزراء. كتير منيح، يعني هيدا حل من الحلول. أنا بدي كمان البعض من النواب، نعم، رح نتصل فيهم ورح يساعدونا بهذا الموضوع. عظيم،
انه ينسمح له للمصدر يحول مصرياته على لبنان يخيه يرجع يعيد استعماله. هي من يكون شغلناهم للبنوك لانه المصارف ست ربيكا بتعرف شو صار شغلتها بس اليوم بلبنان المصرف شغلته بس انه يدفع لاول 200-300 واحد الطابور كيف بده يدفع لهم مصاري كاش كل يوم. صحيح. على كل حال نائب نحن عم نضوي اليوم على حل عم تطرحوه ان شاء الله ياخذوه بعين الاعتبار واكيد بنتواصل معك لنشوف شو ردات الفعل كمان. اهلا وسهلا فيك. بموضوع الكورونا كمان بمتابعتنا طبعا بجهود محافظ جبل لبنان واللي ارسل الى طبعا الى كل القائم مقامين في اقضية محافظ جبل لبنان لابلاغ البلديات واتحاداتها وجوب ايضا وضع كل جهودهم لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره. فاليوم كان لي شرف اني احضر اجتماع رؤساء بلديات المتن عند سعادة قائم مقام المتن مارلين حداد يلي كمان مشكور الصليب الاحمر يلي احد من قبله اعطانا بعض التوجيهات اليوم بهذا الموضوع للبلديات اللي راح يسموا شخصين أو ثلاثة ياخدوا دورة حتى في حال صار لا سمح الله بأي بلدة أي حال من الحالات يكون في ناس عم تتابع الموضوع إداريا إذا قلنا الحجز بالبيوت ولا غيره نعرف كيف بدنا نتعاطى مع أكيد يكون في بعض الإجراءات من ندوات عدم تجمعات كبيرة. فكان كتير اجتماع مفيد وعلى أمل طبعا يعني ما يكون في إصابات ما يكون في انتشار لهذا الموضوع. هيدا الشيء اللي كلنا بنتمناه ومشكور كل من سيساهم بهذا الموضوع حتى يعني نتفادى هالشيء. قبل ما انتقل لصورة اليوم في عندي خبر كتير مهم وصل من بعد الوقت وبهم المتعاقدين بالمدارس اللي مكتب الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق مجذوب أوضح في حرصه على تأمين حقوق المتعاقدين وهيدي شغلة كتير أساسية يعني لأنه المتعاقد النهار يلي بيشتغلوا بيقبضوا ما بيشتغلوا ما بيقبضوا. فاليوم في حرص من هذا الموضوع. باخذ صورة اليوم. طبعا اللي عم بتشوفوه رح تقولوا شو هيدا، هيدا هو سخانات المي للاسف عم بيروح بيكونوا ناس اثناء عم ياخذوا الحمام بيكونوا مدورين السخانات المي اللي عم بيصير عم يتليف الريزيستانت تبعه عم بيؤدي لماس كهربائي وعم بتودي لوفاه. بقى اليوم مطلوب تعميم انه السخان الكهربائي اثناء الحمام مفروض يكون مطفي حتى للسلامه الشخصيه وبالتالي حتى نتلافى الموت لا سمح الله لانه كثير عم بيصير بهالفتره ناس عم يتعرضوا لماس كهرباء وعم بتؤدي لوفاتهم اثناء حمام. حبيت اني ضوي على هالموضوع هالصوره اللي بعثوا لنا اياها مشكورين كمان. اكيد بنلتقى اذا الله راد مع الحل عنا الام تي في بكره مع متابعات مع اقتراحات مع اتصالاتكم كالعادة. إلى اللقاء.